إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام أن في حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو ما يعبر عنه بعلائم الخروج للإمام المهدي، ثلاث ميمات، وهي الميم الأولى المقدمات، والميم الثانية هي المتقدمات، والميم الثالثة هي الممهدات. وعلى وفق هذا التقسيم، علماءنا يقسمون علائم الخروج إلى علائم عامة لا تخص بلدا، لا تخص طائفة، لا تخص مذهبا، لا تخص بلدا، لا تخص جماعة، علائم عامة تشمل الحالة البشرية بشكل عام، وهناك علائم يعبر عنها بعلائم عامة ولكنها أخص من الأولى، يعني أضيق دائرة من الأولى، تخص الحالة الإسلامية بشكل عام، أنه ماذا يجري على القرآن، ماذا يجري على المتدينين، يتحول القرآن إلى أي شيء، الفقهاء ماذا يصنعون، وهكذا من الأمور التي سوف نتحدث عن هذه يعبر عنها بأنها علائم عامة ولكنها أخص من العلائم الأولى التي تخص الحالة البشرية، أحداث تجري على الوضع البشري بشكل عام. العلائم الثالثة، وهي العلائم الأهم والأساس والتي سوف نسلط الأضواء عليها، وهي العلائم الخاصة، وهي تلك العلامات التي ترتبط بنفس خروج الإمام المهدي، يعني لها جنبة مقدمات أو ممهدات، عبر عنها أيضا من جانب نقدر نعبر عنها بالمقدمات لأنها تقع قريبة أو مقاربة أو قبل خروج الإمام المهدي، علة لخروجه، وهناك أحداث تحصل في نفسها مقاربة جدا لحركة الإمام، ربما نعدها من الممهدات. فالعلائم الخاصة هي تلك العلامات التي تحصل قبيل أو في أثناء حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، وتخص جماعة معينة وبلدان معينة وحالة معينة وظرف خاص، يعبر عنها بالعلائم الخاصة، يعني من أخص من الحالة الإسلامية. يعني العلائم الأولى تخص الحالة البشرية، العلائم الثانية تخص الحالة الإسلامية، الحالة الثالثة لا تخص جماعة، مذهبا، طائفة، جماعات معينة، حالة معينة، بلدان معينة مثلا يتم التركيز عليها في مسألة الإعداد والتمهيد لخروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، هذه العلائم، طبعا أتكلم عن الخريطة العامة، كل وحدة سوف نتحدث عن تفاصيلها. العلائم الخاصة هذه علماءنا يقسمونها إلى قسمين، طبعا وفق الروايات التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام. العلامات التي يعبر عنها بالعلامات غير المحتومة، غير المحتومة يعني علائم وردت في الروايات إما قبيل خروج الإمام المهدي، مثلا انكسار كذا جدار، انفطار كذا جدار في مسجد ما، مثلا فيضان الفرات مثلا في كذا حالة، قتل وما شاكل ذلك، أمور يعني ذكرتها الروايات عبر عنها العلماء بأنها علائم لخروج الإمام، علائم خاصة لخروج الإمام المهدي، ولكنها في نفس الوقت علائم خاصة غير محتومة، يعبر عنها العلماء غير محتومة، يعني ربما تقع
وربما يحصل فيها بداء من قبل الله عز وجل، وعلى أساس ذلك ربما لا تقع. الله عز وجل إذا شاء تقع وإذا شاء لا تقع، كما في الرواية إذا شاء الله وقع وإن شاء الله يقع وما شاكل ذلك من الروايات، إن لم يبدو لله فيها شيء، هكذا وردت نصوص الروايات فيها. فعلائم قد تقع وقد لا تقع، يعبر عنها بالعلائم غير المحتومة لخروج الإمام المهدي. وهناك علائم لا، علائم خاصة خاصة، الإمام نفسه يقول من المحتوم مثلا خروج السفيان، من المحتوم خلاص، يعني الإمام شخص أن هذا الأمر أمرا مفروغ منه. فالعلماء يقول هنا خمس علائم للعلائم الخاصة المرتبطة بخروج الإمام المهدي وهي من المحتوم: خروج السفياني، خروج اليماني، والصيحة في السماء، وقتل النفس الزكية، والخسف في البيداء. خمسة أمور هي من الأمور التي وردت الروايات عنها. تحت كل عنوان من هذه العناوين هناك ماذا؟ هناك أمثلة سوف نسلط الأضواء عليها لتكون لنا عونا في فهم علائم خروج الإمام المهدي حينما نصل في مسألة الحديث عنها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.